السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهاردة هرتب فيه جزء من المطبخ، وهو الجزء الخاص بالبرطمانات اللي حاطة فيه خزين المطبخ. انتوا عارفين ان رمضان قرب، كل سنة وانتوا طيبين. انا حابة ارتب المطبخ والخزين قبل رمضان، بحيث الواحد يعني ما يضيعش وقت كتير في رمضان. انتوا زي ما انتوا شايفين انا عندي كمية كبيرة من البرطمانات، كلها عايدة استخدامها، يعني شارية فيها حاجات. بحب البرطمانات دي عشان ازاز بحط فيها اي حاجة، كمان هي حجمها كبير فبتاخد كمية كبيرة معايا من الخزين. انا كنت مزينة هنا بعض البرطمانات، رشة بعضها بالسبراي الفضي، كمان بعضها كنت رسمة عليه، لكن حابة اغير النظام ده بحيث يبقى كلها لون واحد، الغطيان كلها لون واحد، ويبقى شكلها كده كأنها طقم. كمان حابة اعلمك بالفيديو ازاي تشيلي الاستيكرات اللي بتبقى لازقة على البرطمانات، والبرطمانات كمان اللي بيبقى فيها ريحة قوية شوية ازاي بنشيل الريحة دي قبل ما نخزن فيها حاجة تانية. يلا نشوف الفيديو هنعمل فيه ايه، وان شاء الله يعجبك وتستفيدي منه. اول حاجة هنشوف ازاي الاستيكرات بنشيلها. طبعا لما بنشيلها بيبقى البرطمانات شكلها احلى بكتير لما تعيدي استخدامها. في استيكرات بتبقى سهلة الشيل، زي الاستيكرات اللي بتبقى زي نوع بلاستيكية شوية كده، زي النوع ده كده، حتى لو سابت اثر بسيط بيروح يعني بالسبونج بتاعت المواعين والصابون عادي. في استيكرات بتبقى صعبة شوية زي دي كده، كل ما تشدي حتة كده بتتقطع معاكي، ما بتطلعش مرة واحدة. الاستيكرات دي يفضل برضو تحاولي تشيليها على قد ما تقدري منها، حتى لو بمساعدة حرف سكينة ولا حاجة، بحيث قبل ما تعملي الخطوة التانية. الخطوة بقى التانية هي اكتر حاجة لقيتها فعالة مع معظم انواع الاستيكرات واللزق، هي المية السخنة، لكن تكون سخنة جدا بتغلي، بتنقعي فيها البرطمان من الناحية اللي فيها الاستيكر وبتسيبيه فترة، وبعدين بسفنجة خشنة بتشيلي. يعني معظم الاستيكرات بتتشال بالشكل ده. ساعات برضو بيبقى اللزق صعب شوية، فبنستخدم منتج تاني اسمه جوجان، انا كنت قلتلك عليه قبل كده كذا مرة. المنتج ده بيشيل، له استخدامات كتير وبيشيل الاستيكرات واللزق كويس قوي من على الازاز. لو هو مش متوفر عندك ممكن تعملي له بديل، ما انا كنت عملته قبل كده، هسيبلك ان شاء الله فيديو في صندوق الوصف. تعملي عجينه ما بين البيكنج صودا والزيت وتحطيه برضو تفرديه على الاستيكر او اللزق، وبعد فتره برضو بتشيليها بالليفه او سفنجه خشنه، بحيث هتتشال معاكي برضو بسهوله. تاني حاجه هنشوفها بقى هي موضوع ريحه البرطمانات. اكتر حاجه لقيتها فعاله هي ورق الجرايد، بتجيبي ورقه كده يعني وتطبقيه بالشكل ده وتحطيها جوه البرطمان، حسب بقى حجم البرطمان ممكن تحطي ورقة او اتنين، وتقفلي عليها بالشكل ده وسيبيها مثلا يوم او اتنين. ورقة الجرايد بتمتص الريحة وبتخلي البرطمان خلاص نضيف، وبعدين تغسليه عادي. ممكن كمان تستخدمي البيكنج صودا، معظمنا عارف ان البيكنج صودا له يعني خاصية انه بيمتص الروائح، بتحطي مثلا منه برضو معلقتين جوه البرطمان مع مية، وسيبيه برضو مقفول لمدة يوم او اتنين، بيمتص كل الروائح. هو الازاز بوجه عام ما بيشيلش الريحه بطريقه كبيره، ممكن الغطا بيبقى غالبا هو المشكله، فبرضه ممكن تحطي في الغطا بشكل مستقل معلقه كبيره من البيكنج صودا برضه، وسيبيه فتره بحيث يمتص الريحه. ممكن تغلفي كمان الغطا من جوه بالبلاستيك، ورق البلاستيك المستخدم في التغليف برضه، عشان لو الريحه يعني دي برضه قلقانه منها. ممكن كمان تستخدمي الاكياس دي العادية، بنستخدمها في التخزين في التلاجة والسندوتشات، ممكن تقطعيها كده مربعات وتحطيها بالشكل ده زي الفكرة دي كده، بحيث برضو لو حاجة انت حاطاها مثلا شاي او كده خايفة يلقط ريحة. ممكن كمان تعمليها بشكل جمالي، بحيث الورق ده تجيبيه ملون تقصيه على شكل دوائر يبقى يدي شكل حلو، لكن هو غالبا بعد ما بتستخدمي فكرة الجرايد والبيكنج صودا يعني غالبا الريحه بتروح ومش هتحتاجي تعملي اي حاجه تانية. كده خلصنا بقى موضوع الاستيكرات وموضوع ريحه البرطمانات. نشوف بقى هنزين برطماناتنا ازاي ونخليها كلها شكلها كانها طقم. طبعا لو انت البرطمانات عندك فيها خزين بالفعل، لازم طبعا تفضي الخزين ده في حته تانية على ما نغسل بقى البرطمانات ونزينها. ممكن تحطيها في اكياس عاديه كده للتخزين او الزيب لوك، او حتى لو عندك علب تلاجة في الفترة دي يعني تحطيها فيها. هي طبعا فترة مؤقتة لحد بس ما نغسل البرطمان ونزينه، وبعدين نرجع الحاجة مكانها تاني. الموضوع ده كمان يفضل تعمليه كل فترة، يعني مش لازم تكوني هتزيني برطمان، علشان برطمان طبعا من الاستخدام بيبقى مش نظيف. تشيكي برضو على الاكل لو في حاجة انتهت صلاحيتها او كده.
دلوقتي بقى نغسل البرطمانات كلها والغطيان كلها ونرجع نشوف هنزينها ازاي. انا حابة اقولك بس ان انا التزيين بتاعي هعتمد فيه على تزيين الغطا بس، هرش كله لون واحد، طبعا هرش من بره بس مش من جوه عشان طبعا الرش ده مواد كيماويه، هنخليها كلها لون واحد ونشوف هنعمل ايه. خلاص غسلت الغطيان كلها كويس بتاعتي واتاكدت لو ما عليهاش اي لزق، عشان طبعا لما تبقى ناعمه خالص بتبقى احلى في الرش. هستخدم بقى الرش اللون ابيض، انا اخترت اللون الابيض، وهستخدم كمان فوق طبقه حمايه الفينش ده، هديله شكل حلو كمان يعني يحميه. لو مش عندك يعني مش مهم. هبتدي بقى استخدم السبراي على الغطيان كلها، طبعا انا حاطه الغطا بالشكل ده مش هقلبه عشان ما يدخلش اي سبراي جوه. انا بحب استخدم الرش ده خارجي يعني عشان طبعا الريحه، لكن انا النهارده عندي هوا شويه فخفت بقى الغطيان مثلا تتحرك او تطير، فطبعا عشان هي خفيفه فهستخدم هنا رش كده سريع. طبعا تحطي طبقه او اتنين حسب بقى الحاجه. خلاص هكمل بقى الرش كله وان شاء الله ارجع لك ونشوف هنكمل التزيين البرطمانات بتاعتنا ازاي. خلاص الغطيان بتاعتي كلها نشفت كويس جدا وسبتها مدة كفاية عشان كمان اتأكد من اي ريحة خلاص راحت. وهبتدي بقى زين البرطمانات بتاعتنا. انا هستخدم الخيط الخيش والورق الكرتون في التزيين. ممكن تقصي ورقة كده على شكل مستطيل او مربع او دايرة او يعني اي شكل انت بتحبيه. انا هقصها هنا برضو على شكل زي البيضاوي ده. انا هكتب عليه هنا الاسم وهحطه بالشكل ده بالخيط الخيش بحيث يبقى مكتوب عليه الحاجة اللي جوه البرطمان. التزيين بسيط وسهل. انا استخدمت هنا الغطا ده للشكل ده، وطبعا اي شكل عندك، لو عندك اي شكل تاني انت حابة تعمليه. هبتدي اخرم بقى خرم كده بالخرامة بتاعتي في الحرف بحيث ادخل منه الخيط الخيش اهو بالشكل ده. نبتدي بقى ندخل الخيط ونلفه حوالين البرطمان. هقص كده الطول اللي انا عايزاه وهربطه كده زي فيونكة، او تربطيه يعني ربطة عادية اللي يعجبك كده. البرطمان بتاعي جاهز. اكتب بس اسم الحاجة اللي موجودة جوه البرطمان هنا ويبقى كده شكلها حلو وبسيط وكمان مش مكلف وسريع، ويعني عملناه بمنتهى البساطة والسهولة. كده البرطمانات بتاعتي كلها خلصت، شكلها حلو كأنها طقم وكاتبة الاسم على الورقة. يبقى حلو جدا لو كمان غيرتي سيستم التخزين كله بتاعك، حتى لو في مثلا علب بلاستيك تبقى لونها برضو ابيض او لونها نفس اللون اللي رشيتي بيه الغطا، هيبقى الشكل حلو ومنظم ومرتب. وكمان ممكن تعيد استخدامها، يعني لو برطمان مثلا عايزة تحطي فيه حاجة تانية ممكن تغسليه بس وتغيري الورقة، يعني موضوع سهل. انا كمان حابه اقولك يعني لازم تحطي تاريخ انتهاء اي منتج انت حاطاه جوه البرطمان. انا هوريك الفكره انا بحطه فين علشان تبقي عارفاه برضو، عشان احنا طبعا بنرمي العلبه او الكيس. انا بقص التاريخ ده وبلزقه بالتيب في قاع البرطمان بحيث ما يبقاش باين، وفي نفس الوقت ببقى عارفه المنتج ده صلاحيته بتنتهي امتى. زي انا هوريكي هنا البرطمان، هنا قصيت الكرتونه المكان اللي فيه تاريخ الانتاج والانتهاء ولزقته هنا بتيب مش باين، وفي نفس الوقت انا عارفة بقى كل منتج ايه، ولما يخلص البرطمان بشيل الورقة دي واحط الورقة الجديدة. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبك واستفدتي من الفكرة، هي فكرة بسيطة وسهلة ومش مكلفة. وان شاء الله هنرتب حاجات تانية في المطبخ، لو انت حابة حاجة معينة ياريت تكتبها لي في التعليقات، وياريت بقى ما تنسنيش من لايك ومن تعليق كمان حلو منك. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.